بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء الثاني من سلسلة قراءاتنا لكتاب لطائف المعارف لما في المواسم من الوظائف. ومحاضرة اليوم، وإن كانت تتعلق بمقاصد الصوم، فلها أيضا صلة وثيقة بالكتاب الذي نحن بصدد قراءته. وكنا قد شرعنا في اللقاء الماضي في ذكر ما يتعلق بشعبان، وذكرنا ثم أن شعبان، أن من دأب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم شعبان إلا قليلا، فكان يصوم من شعبان، وذكرنا الحكمة والمقاصد من هذا الصيام. فقلنا أن من أعظم مقاصده هو تهيئة المسلم لتلقي شهر الصوم نفسيا وجسديا. قلنا نفسيا بمعنى أن نفسه، نفس المؤمن وروحه، تكون على استعداد لتقبل هذا الشهر الفضيل بصيامه وقيامه. وذكرنا أيضا من ناحية جسدية أيضا، فإن المؤمن والمسلم إذا صام، إذا فاجأه رمضان بالصيام وهو صيام فريضة، ولم يكن قد تهيأ جسديا لصيامه قبل ذلك، يجد مشقة لا سيما في الأيام الأول على صيامه. لذلك استحب النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن والمسلم أن يصوم من شعبان ما شاء له أن يصوم. وذكرنا أيضا مقصدا ثالثا، وهو أن الفرائض، لما كان كل الفرائض من صلوات وغيرها يتقدمها، كالصلاة مثلا تتقدمها نوافل، ويعقبها كذلك نوافل أو سنن، فكذلك بالنسبة لفريضة الصوم فإنه يتقدمه النوافل، وهو صيام شعبان أو أكثر شعبان، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نوافل بعدية تأتي بعض صيام رمضان، وهي صوم الست من شوال. الأحاديث التي بين أيدينا، وهي أيضا تتعلق بالمقاصد، ذكر الشيخ ها هنا ثلاثة أحاديث. قال: ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الحديث الأول كن منه على ذكر، لأنه سيأتي بعد قليل ما يتعلق به من مقاصد. فهذا الحديث استثنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، استثنى الصيام من الأعمال المضاعفة. هذا الحديث الأول. ثم ذكر حديثا ثانيا أو آخر، قوله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. وفي رواية للبخاري: لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به. فهذا الحديث الثاني الاستثناء من سائر الأعمال،
الحديث الأول كان الاستثناء في مضاعفة الأعمال، وهذا الحديث الثاني الاستثناء فيه من سائر الأعمال، والحديث الثالث الاستثناء جاء فيه في تكفير الأعمال، أو في قوله صلى الله عليه وسلم لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به، خرجه الإمام أحمد. وفي لفظ كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الصوم من الكفار، إلا الصوم والصوم لي وأنا أجزي به. هذه ثلاثة أحاديث سيأتي بيانها وبيان مقاصدها في كلام الشارح بإذن الله تعالى. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فعلى الرواية الأولى يكون استثناء الصوم من الأعمال المضاعفة في قوله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، كل الأعمال. قال الله عز وجل إلا الصوم، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الصوم من مضاعفة الأعمال، هذا هو الحديث الأول. قال الشارح أو قال الحافظ رحمه الله تعالى قال: فعلى الرواية الأولى يكون استثناء الصوم من الأعمال المضاعفة، فتكون الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لا ينحصر تضعيفه في هذا العدد، بل يضاعف الله عز وجل أضعافا كثيرة بغير حصر عدد، فإن الصيام من الصبر. وهذا من فضائل هذا الشهر الكريم، كل الأعمال يضاعفها الله تعالى إلى 700 ضعف، أما الصوم فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يضاعف فيه الأعمال إلى ما شاء الله تعالى له أن يضاعف. إلا الصوم فإنه يضاعف حسناته، أو يضاعف الله تعالى حسناته إلى ما شاء، فإذا كانت الأعمال إلى 700 ضعف إلا الصوم، فلك أن تتصور وأن تتخيل مقدار فضل الله عز وجل وكرم الله عز وجل حين يضاعف الأجر والمثوبة لهذه الفريضة. ثم علله قال: فإن الصيام من الصبر. طيب، لما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المضاعفة، بمعنى إذا كانت الأعمال تضاعف إلى 700 ضعف، أما الصوم فيضاعفه الله تعالى إلى ما شاء الله تعالى له أن يضاعف، ألوف مؤلفة، ملايين، كما تريد. لما؟ قال: فإن الصيام من الصبر، وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى شهر رمضان شهر الصبر، وفي حديث آخر عنه قال: الصوم نصف الصبر. فعلله الحافظ قال: سبب استثناء الصوم وجعله على هذه الأضعاف المضاعفة أنه شهر يحتاج المؤمن فيه إلى صبر. ثم قال: والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر على محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وهذه الثلاثة تجتمع في الصوم، فإن فيه صبرا على طاعة الله، وصبرا عما حرم الله تعالى على الصائم من الشهوات، وصبرا على ما يحصل للصائم فيه من ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن. فكل هذه أنواع الصبر كما ذكر المصنف ثلاثة، وكلها تجتمع في هذا الصوم. لذلك لا تعجب حين يجعل الله تعالى لهذه الفريضة
هذا الأجر العظيم الذي لم يحده النبي صلى الله عليه وسلم بحد. قال: وهذا الألم الناشئ من أعمال الطاعات يثاب عليه صاحبه، كما قال الله تعالى في حق المجاهدين: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فألم الجسد الذي يلحق المجاهد كذلك يلحق الصائم، فإن من الصوام من يحتاج إلى عمل، فربما يستيقظ من الفجر ويبقى في عمله يكابد الشمس ويكابد الحر، فلا شك أنه يصيبه من الظمأ ومن العطش ومن الجوع ومن الإرهاق ومن التعب ما يكافئه الله تعالى به بهذا الأجر العظيم. قال: وفي حديث سلمان المرفوع، ثم تعقب أو استدرك المصنف قال: فإنه حديث مرسل، بمعنى لم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن ثبت مرسلا. قال: عن ابن عمر: الصيام لله لا يعلم ثواب عمله إلا الله عز وجل. قال: وروي مرسلا وهو أصح. واعلم أن مضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب. ثم أيضا بين أن العمل، هذه الفريضة التي فرضها الله تعالى وهو الصوم، أيضا ربما يلحقها من الفضائل ما يضاعف الله تعالى بها أجر الصائم. قال: واعلم أن مضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب، منها شرف المكان المعمول به في ذلك العمل كالحرم، ولذلك تضاعف الصلاة في مسجدي مكة والمدينة، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. فإذا كان شرف المكان يزيد من أجر هذه الصلاة، فقاس عليه بعض أهل العلم أيضا بقية الأعمال الصالحة من صيام وصدقة وأعمال بر ونحوها، قالوا كذلك تلحق بالصلاة، فإن الله تعالى يضاعف بشرف هذا المكان في مكة والمدينة والحرم، فإن الله تعالى يضاعف للمؤمن أجره لشرف هذا المكان. وكذلك روي أن الصيام يضاعف بالحرم، لكن المصنف قال في حديث ضعيف، يعني في أثر ضعيف، لكن أهل العلم قاسوه، قالوا يقاس كل الأعمال الفاضلة، فإذا كانت الصلاة تضاعف فكذلك الأعمال، بقية الأعمال الصالحة تقاس على الصلاة، فإن الله تعالى يضاعف أجرها بفضل أو بشرف هذا المكان. قال: ومنها شرف الزمان كشهر رمضان وعشر ذي الحجة، فإن الأعمال الصالحة يزداد خيرها وفضلها في الأيام الفاضلة والشهور الفاضلة. قال: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: حجة معي. وجاء في أثر: صدقة في رمضان، الصدقة في رمضان، يعني بيّن أن فيها أجراً عظيماً. قال الحافظ: فلما كان الصيام في نفسه مضاعفاً أجره بالنسبة إلى سائر الأعمال، كان صيام شهر رمضان مضاعفاً على سائر الصيام لشرف زمانه وكونه هو الصوم الذي فرضه الله تعالى على عباده، وجعل صيامه أحد أركان الإسلام التي بني الإسلام عليها،
وقد يضاعف أيضا الثواب بأسباب أخر غير شرف المكان وشرف الزمان، منها شرف العامل عند الله عز وجل وقربه منه عز وجل، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. فكما أن شرف المكان وشرف الزمان يزيد من أجر هذه الفريضة، فكذلك مقام المؤمن عند ربه، مقام المسلم عند ربه وقربه من الله عز وجل أيضا يضاعف هذه الفريضة ويضاعف أجر هذا العمل. هذا الحديث الأول الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال أو من مضاعفة الأعمال. الحديث الثاني قال: وأما على الرواية الثالثة الثانية قال: فالاستثناء يعود إلى التكفير بالأعمال، في حديثه في قوله صلى الله عليه وسلم: لكل عمل كفارة والصوم لي، أي استثنى الصوم وأنا أجزي به. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم والصوم لي، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم الصوم من الكفارة، عفوا الرواية الثانية. قال: وأما على الرواية الثانية فاستثناء الصيام من بين الأعمال يرجع، الحديث الأول قلنا أن الاستثناء يعود إلى مضاعفة العمل، يضاعف الله تعالى كل الأعمال إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإن الله تعالى ما حده بحد فيضاعفه الله تعالى أضعافا كثيرة، 700 ضعف، 1000 ضعف، ألوف، ملائم، ما شئت أن تقول، فإن هذا في غيب في علم الله عز وجل. أما الرواية الثانية قال: فاستثناء الصيام من بين الأعمال يرجع إلى أن سائر الأعمال للعباد، والصيام اختصه الله تعالى لنفسه من بين أعمال عباده وأضافه إليه، كل الأعمال تعود إلى فعل العبد إلا الصوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله تعالى اختصه لنفسه من بين كل الأعمال. قال: وسيأتي ذكر توجيه هذا الاختصاص فيما بعد. أما الرواية الثالثة وهي استثناء التكفير، قال: كل الأعمال مكفرة، أو لكل عمل كفارة والصوم لي، وقوله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم والصوم لي وأنا أجزي به، قال: فالاستثناء يعود إلى التكفير بالأعمال. ثم ولما كانت ثمة أقوال كثيرة لأهل العلم في هذا المقام لما استثني الصيام من الكفارة، الأعمال كلها مكفرات، كل الأعمال الصالحة مكفرات، إن الحسنات يذهبن السيئات، كل الأعمال، لما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الصيام؟ فيها أقوال كثيرة، لكن المصنف كأنه اختار فقال: ومن أحسن ما قيل في ذلك ما قاله سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، قال: هذا من أجود الأحاديث وأحكمها، إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله عز وجل ما بقي عليه من المظالم ويدخله الصوم ويدخله بالصوم الجنة، خرجه البيهقي في شعب الإيمان عن سفيان بن عيينة. هذا التأويل هو أحسن ما ذكر، كل الأعمال مكفرات، هذا معروف وقواعد الشريعة دلت على ذلك وأحاديثه صلى الله عليه وسلم دلت على ذلك، لكن لما استثني الصوم؟ فقال: أحسن ما نقل عن أهل العلم في تأويل هذا الأحاديث أن يوم القيامة حين
يقتص العباد بعضهم من بعض، وحين يحاسب الله تعالى العباد يأخذ الناس من حسنات هذا المؤمن على قدر مظالمه. ما في إنسان ترى ما يظلم، الظلم أحياناً يكون بالكلام، وأحياناً يكون بالسباب، وأحياناً يكون بالشتم، وأحياناً حتى والله بالنظر وغير ذلك. وهذه كلها سيقتص الله تعالى إلا من رحم الله تعالى. إذا كان الأمر كذلك، قال مكفرات إلا الصوم، فإن الله يتحمل عن هذا العبد ما بقي له من المظالم ويدخله الجنة بسبب هذا الصوم. كل الأعمال يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، لكن إلا الصوم لا يمسه أحد، فإنه لله عز وجل. فإذا كان وبقيت عليه من السيئات والمآثم تحملها الله تعالى وما يأخذها من الصوم، لأن الصوم له عز وجل، فيكون الصوم لله عز وجل، ويتحمل الله تعالى عن هذا العبد هذه المظالم فيدخله الجنة بسبب هذا الصوم. قال وعلى هذا فيكون المعنى أن الصيام لله عز وجل، فلا سبيل لأحد إلى أخذ أجره من الصيام، يأخذ من صلاته ومن صدقته ومن إحسانه ومن بره إلا الصوم، فإن الصوم لله عز وجل. وحينئذ فقد يقال إن سائر الأعمال قد يكفر بها ذنوب أصحابها فلا يبقى لها أجر، فإنه روي أنه يوازن يوم القيامة بين الحسنات والسيئات ويقص بعضها من بعض، فإن بقي من الحسنات حسنة دخل بها صاحبها إلى الجنة، قاله سعيد بن جبير وغيره. وفي حديث مرفوع خرجه الحاكم من حديث ابن عباس، فيحتمل أن يقال في الصوم أنه لا يسقط ثوابه بمقاصة ولا غيرها، بل يوفر أجره لصاحبه حتى يدخل الجنة فيوفى أجره فيها. وأما قوله فإنه لي، فإن الله خص الصيام بإضافته إلى نفسه دون سائر الأعمال، وقد كثر القول في معنى ذلك من الفقهاء وغيره، لما قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي. كل الخلق وكل العبادات لله عز وجل، لكن لما اختص الله تعالى الصوم فقال فإنه لي؟ قال الحافظ فيه وجهان أو ثمة نقلان عن أهل العلم، أن الصيام هو مجرد ترك حظوظ النفس وشهواتها الأصلية التي جبلت على الميل إليها لله عز وجل، ولا يوجد ذلك في عبادة أخرى غير الصيام. هذه الخاصية تجدها في الصيام دون سائر أو بقية الأعمال الصالحة. قال لأن الإحرام إنما في الإحرام إنما يترك فيه الجماع ودواعيه من الطيب. إذا قيل يعني ربما كان هذا جواب على اعتراض، الإحرام فيه ترك للشهوات، قال الإحرام إنما يترك فيه الجماع ودواعيه من الطيب دون سائر الشهوات من الأكل والشرب. فإذا كان يحرم على الحاج أو المعتمر الجماع وما يسبقه من مداعبة ونحوه، فهذه شهوة واحدة فقط التي حرم منها أو منع منها، أما الأكل والشرب فله أن يأكل وأن يشرب ما شاء. قال وكذلك الاعتكاف، إذا قيل الاعتكاف أيضا قال فإنه تابع للصوم. وأما الصلاة فرب قائق، طيب المصلي أيضا يمتنع عن هذه الشهوات عن الأكل والشرب، قال فإن المصلي وإن ترك فيها جميع الشهوات
إلا أن مدتها لا تطول. المصلي إذا ترك هذه الشوات فإنما يتركها لفترة قصيرة، فلا يجد المصلي فقد الطعام والشراب في صلاته، بل قد نهي المصلي أن يصلي ونفسه تتوق إلى الطعام، بل قال ولهذا أمر بتقديم العشاء على الصلاة. بل وذهب طائفة من أهل العلم، هذا استطراد من المؤلف رحمه الله تعالى ليبين بعض الأحكام، قال بل ذهب طائفة من أهل العلم إلى إباحة شرب الماء في صلاة التطوع، فإن المصلي لا ينحرم أو لا يحرم من كل الشهوات، وإن حرم منها فإنما يحرم لفترة يسيرة، بل إن مصلي النوافل قد نقل عن بعض أهل العلم وعن بعض السلف أنه يجوز إذا عطش أن يشرب ماء ويكمل صلاته أو نافلته. قال وكان ابن الزبير يفعله في صلاته رضي الله تعالى عنه، بمعنى إذا عطش في النافلة، لا سيما إذا طالت النافلة في قيام ليل أو نحوه، كان يأخذ الماء ويشربه وفي صلاته. قال وهذه رواية عن الإمام أحمد. إذا كان الأمر كذلك فإن الصوم يختلف عن ذلك. قال وهذا بخلاف الصيام، فإنه يستوعب النهار كله، فيجد الصائم فقد هذه الشهوات، وتشوق نفسه إليها خصوصا في نهار الصيف لشدة حره وطوله. ولهذا روي أن من خصال الإيمان الصوم في الصيف. هذه الميزة لا تمتاز بها فريضة من الفرائض، ولا شعيرة من الشعائر، ولا عمل من الأعمال إلا الصوم، أن يحرم المؤمن نفسه من كل هذه الشهوات إلا في هذه الفريضة أو في هذه الشعيرة وهي الصوم. قال لذلك ورد عن بعض السلف أنه يستحب أن يصوم في الصيف حتى يعرف مقدار، حتى يشعر بالمشقة والظمأ، فيكون ذلك خالصا لله عز وجل. قال ولذلك روي أن من خصال الإيمان الصوم في الصيف. قال وقد كان قدوتنا صلى الله عليه وسلم يصوم رمضان في السفر في شدة الحر دون أصحابه صلى الله عليه وسلم. نعم، للمؤمن رخصة، لكن إذا صام لا تثريب عليه. إذا صام في شدة الحر ولم يؤثر هذا العمل على صحته وعلى بدنه فله ذلك. قال كما قاله أبو الدرداء، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في سفر، وأحدنا يضع على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. وفي الموطأ أنه صلى الله عليه وسلم كان بالعرج يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر، فإذا اشتد توقان النفس إلى ما تشتهيه مع قدرتها عليها ثم تركته لله عز وجل في موضع لا يطلع عليه إلا الله، كان ذلك بإذن المولى عز وجل دليلاً على صحة الإيمان، فإن الصائم يعلم أن له رباً يطلع عليه في خلوته، وقد حرم عليه أن يتناول شهواته المجبول على الميل إليها في الخلوة، فأطاع ربه وامتثل أمره واجتنب نهيه خوفاً من عقابه ورغبةً في ثوابه، فشكر الله تعالى له ذلك، واختص لذلك اختص هذه الفريضة دون سائر الفرائض، اختصها الله تعالى لنفسه لهذه المقاصد وهذه المزايا. ولهذا قال بعد ذلك إنما ترك شهوته وطعامه
وشرابه من أجلي، وهذا التي يسميها الأصوليون بالتعليل، بمعنى علل النبي صلى الله عليه إلا الصوم فإنه لي. ما الحكمة أو ما المقصد؟ الحكمة والمقصد مذكورة في الحديث، إنه إنما ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وبالفعل فإن الصيام أمر بينه وبين الله عز وجل، لا يمكن للمؤمن أن يعرف أن فلانا صائم. فلذلك لما كانت هذه الفريضة فريضة قد اختصت بهذه المزايا والمقاصد، جعلها الله تعالى له وخصها، فقال إلا الصوم فإنه لي، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وثم نقل بعض النقول نقولا طيبة عن بعض السلف، قال طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره، لما علم المؤمن الصائم أن رضا مولاه في ترك شهواته، فقدم رضا مولاه على هواه، فصارت لذته في ترك شهوته لله عز وجل لإيمانه باطلاع الله عز وجل عليه، وإيثارا لرضاه وردا لهوى نفسه. هذا ما يتعلق بهذا الحديث أو هذه الحديث في هذا المقام، ولعلنا إن شاء الله تعالى نكمل ما يتعلق لا سيما بالحديث الثاني، فإن للمؤلف وقفة في هذا الحديث سيأتي بيانها. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.